السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وتحسين عاداتكم الغذائية. وكذلك نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرح لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو كيفية اتباع الحمية الغذائية بالشكل الصحيح أو الرجيم أو الدايت. بعض الأشخاص يتبعون حمية غذائية ولكن ما يستفيدون منها بالشكل الصحيح، كأن تبع حمية غذائية أو ما تبع حمية غذائية نفس النتائج. أول شيء طبعا الأشخاص اللي يتبعون حمية غذائية، يا شخص حاب ينزل بوزنه، يا شخص حاب يزيد الوزن، يا شخص حاب يثبت وزنه، يعني من خلال أن شخص يبي يعدل روتين حياته أو يبي يعدل غذائه، أو أن شخص حاب يتبع مثلا اللي هو نسميه باللايف ستايل، اللي هو حياته تكون صحية، فبالتالي أو نمط حياته راح يكون بهذا الشكل، فبالتالي حاب أنه يتبع هذه الحمية. ولكن أفضل نقطة وطريقة أنك لما تتبع الحمية الغذائية تتبعها بالشكل الصحيح. أنت دائما لما تسوي أي شيء مثلا تمرين أو أي عمل، لازم تتقن هذا العمل على أساس تستفيد منه والعائد يكون كبير. إذا أنت اتبعت تمرينك أو اتقنت تمرينك بالشكل الصحيح، راح تكون الفائدة العائد أو العائد عليك بصورة كبيرة وبكرة صحيحة. استفدت أكبر استفادة من هذا الاتقان، اتقنت عملك كذلك يرد عليك بشكل صحيح، اتقنت تمرينك، اتقنت غذائك، فبالتالي اتقان العمل بصوره صحيحه او اتقان الشيء بصوره صحيحه على اساس يعود عليك باكبر فائده انت تطمح لها. اول شيء طبعا الغذاء بمعنى الجدول الغذائي. لما انت تتبع حميه غذائيه، حاول انك تحدد الكميه اللي يحتاجها جسمك، حاول تحدد السعرات الحرارية اللي يحتاجها جسمك، حاول أنك تختار الغذاء الصحي الخالي من الدهون والسكريات أو القليل جدا من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية. أنت شخص تمارس رياضة قاسية، تحتاج جدول غذائي عالي للبروتين والكربوهيدرات على أساس يعوض هذا الجهد اللي أنت بذلته. شخص رياضتك خفيفة، تمارس رياضة المشي، تختار وجبات قليلة السعرات الحرارية والدهون والسكريات وقليلة الكميات على أساس أيضا تعوض الجهد القليل اللي أنت بذلته. شخص حاب يزيد بوزنه ويبذل جهد عالي، راح تلاحظ يقسم الوجبات على مراحل أيضا على كميات عالية. وأيضا لما أقصد أنك تختار الوجبات، طبعا أيضا تقسيم الوجبات هذا أمر جدا مهم خلال الفترة اليومية. فحاول من خلال أنك لما تتناول الكمية اللي يحتاجها جسمك وتلبي احتياج الجسم من هذه الوجبات. فبعض الأشخاص الأخطاء اللي يقعون فيها، يتبع حمية غذائية ولكن يأكل كميات عالية، فبالتالي الكمية استفاد منها جسمك والكمية الأخرى اللي أنت تناولتها تحولت إلى دهون، فأنت هني استفدت ولكن ما استفدت بشكل كبير. استفيد من أن الكمية اللي يحتاجها الجسم يأخذها ويوزعها على الجسم ويحرقها ويغذي جسمك بشكل صحيح، وما تبقى أي كمية أخرى على أساس ما تتحول إلى دهون وما يزيد وزنك. فلاحظ اختيار الوجبات بالشكل الصحيح، الأوقات، تقسيم الكميات، هذه راح تساعدك بشكل عالي أنك تستفيد من الحمية الغذائية اللي أنت قاعد تتبعها. وهذا كان موضوعنا اليوم، إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل.
راح نقدم لكم إن شاء الله تمارين مع الجهاز الموجود بجانبي في هذه الحلقة، اللي هو عبارة عن الدامبلز مثبت في سير المقاومة، وهذه الطريقة راح تساعدك بشكل كبير وتخدمك على استهداف أكثر من عضلة. أول شيء راح استهدف اللي هي عضلة الترايسبس أو عضلة اللي هي الذراع الخارجية. لاحظ طريقة التمرين راح تكون كالتالي: أثبت الذراع بهذا الشكل وأحرك ذراعي إلى الأعلى بهذه الطريقة. لاحظ هذه المنطقة اللي قاعد تتحرك معاي من الذراع. أيضا أخذ الذراع الثانية بهذه الطريقة وبهذا الشكل. عدد التكرار راح يكون 15 تكرار في 3 جولات، وهذا التمرين استهدف عضلة التراي. أيضا راح استهدف عضلة الذراع الأمامي، أحرك بهذا الشكل وبهذه الطريقة. نقطة مهمة في هذا التمرين: أثناء ممارسة التمرين ما أحرك الذراع بالكامل بهذه الطريقة، هذه الطريقة خاطئة. الطريقة الصحيحة المرفق يكون بجانب الخصر بهذه المنطقة، بمعنى أحرك الذراع بهذه الطريقة وبهذا الشكل. عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات وبهذا الشكل. أيضا راح استهدف عضلة أخرى اللي هي عضلة الرجل. لاحظ أثبت رجلي بهذه الطريقة، من بعدها أحرك بهذا الشكل. لاحظ هذا التمرين راح يستهدف لي هذا الجانب من عضلة الرجل بهذه الطريقة. عدد التكرارات راح تكون 15 تكرار في 3 جولات. الحين طبعا راح أخذ الرجل الثانية ولكن بصورة أخرى، وبدل لا أستهدف هذه المنطقة راح أستهدف المنطقة الداخلية اللي هي تعتبر العضلة الضامة بهذا الشكل. لاحظ أحرك الرجل بهذه الطريقة وبهذا الشكل. طبعا تفرد الرجل بالكامل بهذا الشكل وأحرك بهذه الطريقة حق العضلة الداخلية. عدد التكرارات راح يكون 10 تكرارات في 3 جولات. التمرين الأخير راح يكون تمرين حق عضلات المثلثات أو اللي هو عضلات الرقبة بهذا الشكل، أحرك وبهذه الطريقة. لاحظ من هذه المنطقة قاعد تحرك معاي بشكل صحيح، واستهدافي حق هذه المنطقة. طبعا الهدف من هذه التمارين أني استهدفت تقريبا جميع عضلات الجسم أو في مناطق متفرقة من عضلات الجسم، فبالتالي من الأجهزة الرائعة والمنزلية اللي راح تساعدك على استهداف عضلات كبيرة في جسمك، وتضاف هذه التمارين في جدولك الرياضي. وهذا كان تمريننا اليوم، إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.